بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرفنا بتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على نبينا العدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد من على شاشة قناة الناس، وحلقة جديدة مع التلاوة نعيش فيها في رحاب القرآن العظيم، نتعلم كيف يتلى مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم بمشيئة الله تعالى حلقة المراجعة، نراجع بمشيئة الله سورة الطارق كاملة وسورة الأعلى من الآية الأولى إلى الآية العاشرة. وقبل أن نبدأ المراجعة مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، نقول لقناة الناس ولكم جميعا كل عام وأنتم وقناة الناس بخير إن شاء الله، عام جديد في عمر هذه القناة المباركة التي عشنا في رحابها ومرت أعوام وكأنها كما يمر وقت البغي البرنامج علينا سريعا وسعيدا أيضا، والله يعني مرت هذه الأعوام سريعة وسعيدة بفضل الله تعالى، وقد سعدت في هذه الأعوام بحضراتكم، وسعدت أيضا بصداقة فضيلة الشيخ خالد والتتلمذ على يدي، وإن كان الشيخ خالد شيخي قبل أن أبدأ معه البرنامج يعني. فأنا بقول للشيخ خالد جزاك الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ خالد. وأنتم كذلك أخي كريم، جزاك الله كل خير. يعني ماذا تقول للإخوة المشاهدين فضيلة الشيخ خالد في هذه المناسبة السعيدة؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فليس هناك أفضل مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حينما تمر عليه الأمور السارة الجميلة المفرحة، علمنا أن نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فالحمد لله الذي استخدمنا لخدمة عزيز كتابه، فالحمد لله. هذا أولا. ثانيا، أما من حيث التلمذة فوالله أنا الطالب. يعني إيه الطالب؟ يعني هذا شأن من درس لي وعلمني وحفظني، كان دائما يقول يا بني وفوق كل ذي علم عليم، وشأنه إلى آخر وقت من حياته هذه الكلمة وهذه المقولة، وكان يتأسى بقول الصحابي الجليل صديق هذه الأمة لما قيل فيه ما قيل، فقال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. إذن هذا ما ينبغي أن يسير عليه المسلم في حياته، فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرة، والحمد لله قبل، والحمد لله بعد، وسعدت بكم أيما سعادة، وتعلمت حقيقة منكم كثيرا، فجزاكم الله خيرا، وكذا جزى الله خلاة الناس عما أتاحت من هذه الفرصة الكريمة الجليلة لخدمة كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل جميع هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، هيا إلى مقرأتنا الفضائية التي نستقبل فيها اتصالاتكم على 23 صفرين، ده بالنسبة للمحمول 0900 0323. اليوم أعيد مرة أخرى إن شاء الله نراجع الصفحة، صفحة سورة الطارق كاملة وسورة الأعلى من الآية الأولى إلى الآية العاشرة. وإلى أن تأتي الاتصالات، هناك بعض الأسئلة وردت من خلال اتصالاتكم الهاتفية وصفحة البرنامج على فيسبوك مع التلاوة، يعني ممكن نقول سؤال، وإلى أن تتجمع الاتصالات الأربعة إن شاء الله يعني فضيلة الشيخ ممكن يجاوب، لأن السؤال ممكن يأخذ وقتا طويلا، فلو أجاب على يعني بعض السؤال يعني نرجئ البعض أو الأجزاء الأخرى من السؤال والإجابة عليها إلى الحلقة القادمة. فضلت الشيخ خالد، ورد إلينا سؤال يقول، كانت الحاجة سامية يعني ربنا يديها صحة سألتنا، حكم التقاء الساكنين في رواية حفص عن عاصم في القرآن كله. سبحانك ربي لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أول حاجة كده هنعمل عنوان اسمه التقاء الساكنين، واعمل سهم في ناحية وسهم في ناحية أخرى.
انا بتكلم بالراحه اهو عشان لو عايز تكتب ورايا وتعرف وقفنا فين، وان شاء العلي اكملنا اكملنا، وان لم خلاص. خلاص عملت العنوان، عملت السهم اليمين والسهم الاخر. طيب حط تحت السهم الاول كده التقاء الساكنين في كلمتين، خلاص، وخليه في صفحة لوحديها، واعمل الصفحة الثانية ايوه في كلمة واحدة. ارجو بقى كده تحط العناوين دي الاول عشان ما تهش منك التقاء الساكنين فين. ها هنبدأ في كلمتين، حط العناوين دي الاول كده وعنوينها. كم عنوان؟ هما 7 عناوين، وكل عنوان يحتاج لمثال او 2، بس خد العناوين الاول كده اجمالا. 1 حرف المد، انا بسكت عشان تكتب. 2 ميم الجمع. 3 واو الجماعة اللينة. 4 الميم في فاتحة آل عمران. 5، تمام كده معايا؟ بتكتب 5 ولا اوعى تكون بتكتب 3 او 2؟ لا ده رقم 5، خلي بالك. النون في كلمة من، اللي هي حرف جر يعني. بعد كده 6 ياء الإضافة، وبين قوسين عشان لو أنا نسيت تفكرني، في استثناء خلي بالك. آخر حاجة في القسم ده غير ما ذكر مما سبق. يبقى أنت كده معاك كم قسم في التقاء الساكنين من كلمتين؟ 7 ولا أقل ولا أزيد؟ 7. 7 تمام. سبت من كل واحد واحد سطر كده عشان أمثلة، اوعى تنسى. طب يلا، يا ترى لو قلت الأستاذ عماد يعني يشترك معايا عشان ما انساش، ينفع ولا؟ هو القسم الثاني يا مولانا كم قسم اللي هو؟ طيب عشان حاضر، بس الوقت، لأن معنا 4 اتصالات الآن. طيب القسم الثاني في كلمة واحدة، نعم، رقم 1 حرف المد، أنا بصبر عليك أهو، نعم، أصله محتاج أمثلة بس، يلا كفاية عناوين. رقم 2 حرف مد أو حرف لين وبعده سكون عارض. أنا بس أربعش، أنا بقول بالراحة، حرف مد أو لين وبعده سكون عارض. سكون عارض. بعد كده حرف صحيح وبعده حرف صحيح، خلي بالك ده في القسم الثاني اللي في كلمة واحدة، خلي بالك اوعى تنسى. كده رقم كام؟ 3 ولا 2؟ 3. 3 خلاص. بعد كده حرف صحيح لم يتبعه حرف مد وكان الحرف الثاني ساكن سكون اصلي، دي عناوين تحتاج لشرح. كده كام؟ 4. كده 4. يبقى كده انت خدت العناوين العامه التقاء الساكنين في هذه الرواية، وهي رواية حفص عن عاصم. الشرح بقى نسأل الله السداد. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد، يعني بنعتذر أعزائي المشاهدين لضيق الوقت، ونبدأ إن شاء الله في مراجعة الحلقة. بدايتنا بمشيئة الله تعالى مع أم العزيزة الحاجة خديجة من القاهرة. أم العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمي، كل سنة وحضرتك طيبة. الفردوس الأعلى. الله يكرمك وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، والنجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ما شاء الله، جهد مشكور يا أمي، متعك الله بالصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لأم العز الحاجة خديجة. رحب بالحاجة صبرة من الجيزة، تفضلي يا فندم واصلي. يخرج من بين الصلب والطرائق. كمان مرة.
يخرج من بين الصلب من بين من بين الصلب والترائب. كسرة النون في كلمة بين مش واضحة. من بين الصلب من بين الصلب والترائب. أيوة. إنه على رجعه لقادر. لقادر لقادر لا در لا دير لقادر. أيوة. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. أحسنت جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة صابرة من الجيزة. أعزائي المشاهدين نستمع إلى تلاوة الحاجة أم أحمد من الدهلية. تفضلي يا أمي. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. كم مرة؟ إنه لقول. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة أم أحمد من الدهلية. أعزائي المشاهدين نبدأ صورة الأعلى مع الحاجة زينب من القاهرة. تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. ما شاء الله جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة زينب من القاهرة. نستمع الآن لتلاوة الحاجة أم خالد من الوادي الجديد. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عماد؟ اهلا بحضرتك يا ام. ازيك يا شيخ خالد؟ الله يسلمك. طيب ربنا يجازيكوا عنا خير يا رب. واياك يا ام تسلمي. الله يخليك يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. ونيسر لليسرى. بعدها كاف. ونيسرك. وييسرك. أيوة. لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. فيذكر من يخشى. ما شاء الله. ويتجنبها الأشقى. جهد مشكور يا أم تسلمي وفي أحسن بإذن الله. جزاك الله عنا كل خير. شكرا جزيلا للحاجة أم خالد من الوادي الجديد. أعزائي المشاهدين نبدأ الصفحة مرة أخرى من أول سورة الطارق مع الحاجة أم محمد من القليوبية. تفضلي يا حاجة أم محمد. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هي أن مش أني النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بالراحة كده واحدة واحدة. إن كل نفس لما عليها حافظ. عليها حافظ. أيوة كده أحسنتي. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. لا مما يبقى فيه بعد الميم ألف لكن ما فيش ألف بعد. أيوة كده الله يفتح عليك. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. جزاك الله كل خير. جهد مشكور وفي أحسن بإذن الله. شكرا جزيلا للحاجة أم محمد من القليوبية. نستمع الآن لتلاوة الحاجة عطيات من القاهرة. تفضلي يا أمي. يخرج من بين الصلب والترائب
إنه على رجعه لقادر. لقادر، الراء ترقق ساكنة وقبلها كسر. أيوة. يوم تبلى السرائر. تبلى، لا يوم تبل. أيوة. تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. كمان مرة ودلغونا حقها شوية. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء هي ناصر، لا ناصر. تترقق برضو الراء لأنها سكنت لأجل وقف وقبلها كسر. ولا ناصر، بس السي يعني الصدمة لا تقلب لسين. ولا ناصر لسه معقول. ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. جهد مشكور يا أم تسلمي. شكرا جزيلا الحاجة عطيات. ونستمع الآن تلاوة أم محمد من القرية. اتفضلي يا أم محمد. والأرض ذات الصدى. كم مرة كده بعد إذنك؟ والأرض ذات الصدى. هي والأرض. والأرض ذات الصدى. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ري لا رويدا. أمهلهم رويدا. أيوة جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة أم محمد من القرى. أعزائي المشاهدين ننتقل للإسكندرية ونستمع تلاوة أم العز الحاجة أم خالد وبنتنا أسماء للجزء اللي احنا نقرأه من سورة الأعلى من يعني على مرتين. الحاجة أم خالد تقرأ أول السورة وإحنا واخدين لحد الآية 10. هتقرأ أسماء من الآية 6 لحد الآية 10. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أمي. الله يصلح حالك. الله يبارك. إن شاء الله من الأعلى. من اول الاعلى يا امي. وهتاخدي من واحد لحد سته واسماء تكمل لاخر الصفحه لحد 10 ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. يلا يا أسماء من أول سنقرئك فلا تنسى. وسمعتي أسماء سنقرئك فلا تنسى؟ حضرتك خدتي نصيبها. ما حدش قال لي وقفي بقى. معلش يا أمي. ما شاء الله يرضى عليك. تسلمي. يلا يا أسماء اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر. يعلم الجهر وما يخفى. قولي بالراحة كده. يعلم ال يعلم ال يعلم الجهر. يعلم الجهر. لا يعلم الج لا يعلم ال يعلم ال جهرا. جهرا. نوصلها بقى. يعلم الجهرا. يعلم الجهرا. جميل. وما وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. 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 سيذكر من يخفى. بالراحة بالراحة. سيذكر من يخشى. من يخشى. جميل يا أسماء وفي أجمل بإذن الله يا بنتي. ربنا يبارك فيكي. شكرا جزيلا ليكي يا أسماء وشكرا لأمنا العزيزة الحاجة أم خالد. أعزائي المشاهدين نبدأ الصفحة من أولها تاني مع الحاجة أم إسلام من الجيزة. حاجة أم إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنتم بخير. وحضرتك طيبة يا أمي وجميع الإخوة المشاهدين بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. جزاك الله كل خير، بس الغنة دائن ده. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لأم العزيزة أم إسلام. أعزائي المشاهدين، نستمع الآن للحاجة أم هايدي من اسكندرية. اتفضلي يا حاجة أم هايدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. لقادر. ما زودتش في المادة. أيوة كده طبيعي. يوم تبلى السرائر. السرائر. إير. السرائر. أيوة كده. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. ما شاء الله، جهد مشكور. تسلم يا أم هايدي. شكرا جزيلا للحاجة أم هايدي من اسكندرية. أعزائي المشاهدين، التلاوة التالية نستمع إليها من الحاجة أم كريم من الجيزة. اتفضلي يا حاجة أم كريم. والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله، أكملي. في حضرتك. شكرا جزيلا للحاجة أم كريم من الجيزة. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. طبعا أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى أصوات كانت هي يعني الأصوات الأولى التي استمعناها في هذا البرنامج، ولا بصراحة معزة خاصة في القلوب، فنقول لهم جزاكم الله خيرا. معانا الحاجة أم أحمد القيرة ومعاها الأستاذ يوسف. تفضل يا حاجة أم أحمد. ألو يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. جزاكم الله كل خير. وإياكم يا حاجة أم يوسف. معايا ابن ابني هيقرأ معايا لو سمحت. يعني نسعد بيكم والله. الله يطمنا عليكم. تفضلي يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بالراحة الذي بالراحة. حاجة أم أحمد. بالراحة بالراحة يا ابني. بالراحة كده قول ورايا. سبح اسم. سبح اسم ربك الأعلى. أيوة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا بس تنسى. جزاك الله كل خير يا ابني. طيب حاجة أم أحمد. شكرا لك يا يوسف. حاجة أم أحمد. أيوة. أيوة فندم اتفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر. يعلم الجهر وما يخفى. وما يخفى. وما يخفى. صح؟ أيوة. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لل أيوة. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من. سيذكر من يخشى. جزاك الله كل خير، جهد مشكور في أحسن إن شاء الله. الله يديك الصحة بارك الله فيك. وإياك يا أم. تسلمي. الله يحفظك يا أم. شكرا جزيلا للحاجة أم أحمد وابننا يوسف. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى الحاجة أم أشرف من البحيرة. اتفضلي يا حاجة أم أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية رقم كام معلش؟ من أول السماء والطارق. من واحد لستة الطارق يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق،
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. بص يا أمي، كلمة مما هتجديها ميم بعديها ميم، مفيش بعد الميم الثانية ألف. مما خلق مما خلق معلش خلق من ماء دافئ. جزاك الله كل خير يا أمي، في أحسن إن شاء الله. شكر موصول للحاجة أم أشرف من البحيرة، ونستمع الآن لأم العز الحاجة أم كرم من البحر الأحمر، تفضلي يا أم. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج لا يخرج من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ما شاء الله، جميل وفي أحسن بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أم، بارك الله فيك. نستمع الآن لتلاوة الحاجة أم علاء من البحيرة، تفضلي يا حاجة أم علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا ري لا رو رويدا أمهلهم رويدا. جزاك الله كل خير، تسلمي. العفو يا فندم. شكرا جزيلا لك يا أمي، بارك الله فيك. نستمع الآن لتلاوة الحاجة أم شريف من القليوبية، تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. واحدة واحدة كده بالراحة بقى. بس واحدة واحدة بس. القراءة متواصلة. فالاستعاذة لها محل في مقام التعليم، بنتعلم، بس احنا خلصنا سورة وبنبدأ سورة، يبقى معايا البسملة عشان القراءة متواصلة، ده رقم واحد. أبدأ بقى كده البسملة لوحديها الأول كده، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. سبح اسم ربك الأعلى. لا مش بالراحة بس، سبح اسم، مش اسمي. سبح اسم ربك الأعلى. أيوه. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى. بالراحة كده، غثاء غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. بالراحة كده، سنقرئك سنقرئك فلا. لا بالراحة بس، ما توصليش، نقف. سنقرئك فلا. لا يا فندم اسمعيني. نعم. عشان تقوليها صح. سنقرئك فلا تنسى. ماشي يا أم، تسلمي، جزاك. شكرا جزيلا ليك يا أم، شكرا جزيلا للحاجة أم شريف. أعزائي المشاهدين، نستمع الآن لتلاوة الحاجة أمل من القاهرة، تفضلي يا فندم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ما شاء الله، جزاك الله كل خير، تسلمي. شكرا جزيلا الحاجة أمل، وبنرحب بالحاجة أصيلة من بورسعيد، تفضلي يا أم من أول الصفحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ طاني الرجيم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضلي. من أول والسماء والطارق، من أول الصفحة تاني. ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. بصي يا أمي، وما مش وما، وما
وما أدراك ما الطارق. جميل. وما النجم وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بالراحة كده. إن كل نفس لما كل نفس. أنا ما وصلتش عشان رفقا بيك يا أمي، رفقا بنفسك. إحنا عايزين ننطقها الأول صح، وبعد كده أوصلي براحتك زي ما أنت عايزة. ممكن نعم. تمشي على قدي أنا، معلش. أيوه. أنا ضعيف شوية، معلش. إن كل نفس لما. إن كل نفس لما. يا أمي لما بتوصلي بنغلط، إحنا عايزين الأول ننطق صح وبعد كده نوصل. إن كل نفس لما. نفس لما. عليها حافظ. أيوة كده، أكملي بقى يا أمي. إن كل نفس لما عليها حافظ. ماشي يا أمي كملي. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. أيوة. خلق من ماء دافق. ماشي يا أم، ما شاء الله، جميل وفي أجمل إن شاء الله. يخرج من بين. شكرا جزيلا ليك يا أم. والترائب. إسلامي. شكرا جزيلا. بيني. ماشي يا شيخ. معنا أم عمرو والأستاذة آية من القاهرة، اتفضلي يا حاجة أم عمرو. ألو يا حاجة أم عمرو. طيب هنروح للأستاذة سهام من القاهرة، اتفضلي يا أستاذة سهام. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. ما شاء الله، تلاقي طيب، ربنا يبارك فيكي. شكرا جزيلا لك يا أستاذ سهام. الحاج أحسن تتفضل. مشكورة، تفضلي يا أمي. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم، شفاك الله وعافاك يا أمي. شكرا جزيلا الحاجة حسين، بارك الله فيك يا أمي. ونستمع الآن لتلاوة الحاجة منى من القاهرة، تفضلي يا حاجة منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الأول الأعلى. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. قدر فهدى. يبقى انا كده زودت الفتحه في الف. حاضر. والذي قدر فهدى. قدر فهدى. ايوه كده. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. فجعله غثاء أحوى. ما شاء الله، جزاك الله كل خير. شكرا. العفو يا فندم. شكرا جزيلا للحاجة منى من القاهرة. أعزائي المشاهدين نستمع لآلة تلاوة. مين اللي معانا على الخط دلوقتي؟ الحاجة ثناء أم العزة، اتفضلي يا فندم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ما شاء الله، جهد مشكور. تسلم يا أمي، وعايزين نخلي بالنا من الغنى بعد كده. تسلم يا أمي. شكرا جزيلا للحاجة ثناء من القاهرة. ونبدأ الصورة تاني من أول صورة الطريق أعزائي المشاهدين مع الحاجة ميرفت من القاهرة، تفضلي يا حاجة ميرفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب.
الثاء مش الصا. الثاقب، إن كل نفس لما عليها ممكن حائب. نقسمها عشان نقراها بس صح واحدة واحدة؟ إن كل نفس هي إن كله، لم إن كله مش لم كلي. سامعاني إن حاجة كل مرفت؟ إن كل نفس أيوه. لما عليها حافظ هي حافظ مش فذ، حافظ لا هي ظا. حافظ فذ بقت ذال، حافظ أنا بتكلم عن الحرف الأخير، لو قلت اه حافذ بقت ذال، لكن هي ظا اه حافظ. حافظ حافظ. معقول؟ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر آخرها راء مكسورة، فلينظر ال. فلينظر فلينظر أيوه فلينظر جميل. الإنسان مما خلق. لا مما في ألف، لكن ما فيش ألف في. مما أيوه خلق. ممتاز خلق من ماء دافق. ما شاء الله، جهد مشكور، تسلمي. شكرا جزيلا للحاجة ميرفت من القاهرة، ونستمع الآن للحاجة راوية أم العزة، اتفضلي فندم. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله، جميل، احسنت يا ام، جزاك الله كل خير، بارك امتياز الله في فيك. التلاوه وما شاء الله في احترام الدور. شكرا جزيلا لام العزه الحاجه راويه، وكان ده اعزائي المشاهدين اخر اتصال. ام دائما الحاجه راويه دايما تيجي في الاول، لكن سبحان الله ابى يعني وقت الحلقه انه ينتهي الا لما تاخد نصيبها في هذا اليوم المبارك. بتقدم بخالص الشكر ليكم جميعا اعزائي المشاهدين، واقول لكم وللقناه وللشيخ خالد جزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير. وانتم وجميع العاملين في القناه، نعم، من اولها الى اخرها، للجميع كل عام وانتم بخير، وفقكم الله دائما الى ما يحبه ويرضاه، دائما دمتم في رعايه الله وامنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء القادم أعزائي المشاهدين أهل القرآن، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.